فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التلاوة، ومنزلة التلاوة بالمعنى الذي سنورده بحول الله عز وجل مرتبة إيمانية ومقام إحساني، من اكتسبه اكتسب صفة خاصة من صفات الإيمان ومراتب الإحسان، وذلك أن التالي لكتاب الله من تلا يتلو، وذلك أن التالي لكتاب الله عز وجل على نوعين: تال يتلو وكفى، يتلفظ بالألفاظ، يصدر الأصوات ويتتبع الحروف. فهذه التلاوة على هذا الشكل إن صدقت نية التعبد فيها فصاحبها مأجور على كل حرف، إن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشرين أمثالها إلى آخر الحديث. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا مستوى ومعنى ونوع من نوعي التلاوة. أما التالي للقرآن بالمعنى الثاني فهو الذي اكتسب من تلاوته لكتاب الله عز وجل ذوقا خاصا، وليس الخصوص هاهنا بمعنى باطني من خرافات الكلمات والمعاني التي يوردها الباطنية، كلا طبعا، وإنما الخصوص المذكور خصوص ذوقي، إذ يجد العبد وهو يتلو كتاب الله عز وجل أن حاله غير الحال، أي أن حاله وهو يتلو غير الحال التي كان عليها قبل أن يتلو. فإذا يحدث تحول وتحدث نقلة للعبد بمجرد الشروع في تلاوة كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك يكتسب من هذه الحال صفة دائمة هي المقام أو المنزل من منازل الإيمان، فيكون من التالين، سواء كان يقرأ ساعته كتاب الله أو لم يكن يقرأ ساعته تلك، لأن مقامه تال. والشخص إذا كان يصلي الأوقات ولا يغيب عن الصلوات فيعرف ويوصف بأنه من المصلين، وإن كان هذا اللفظ لا يعني أنه يصلي على كل لحظة، وإنما يصلي الأوقات وما يسر له من الرواتب والصلوات. فليس معنى كونه من المصلين أنه يصلي صباح مساء لا يفطر ولا ينقطع، ولا معنى كونه من الصائمين أنه يصوم الظهر لا يفطر، طبعا كلا. فالأعمال في الدين تكسب صاحبها مقاما وإن زايل العمل وفارقه، فيفارقه ببدنه وحركته ولكنه يصاحبه بوجدانه ولو كان نائما فهو من المصلين، ولو كان سائرا في طريقه مشتغلا بتجارته فهو من التالين. فالتلاوة إذن منزل من منازل الإيمان، ولذلك قال الحق عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فحق التلاوة أو التلاوة الحق إنما هي ما أكسب صاحبها مقاما من مقامة الإيمان ومعرفة من معارف الرضوان، تلك التلاوة الحق أو ذلك حق التلاوة. فليس فقط أن المعنى قائم على معنى عدم التحريف، صحيح هذا معنى ابتدائي، ولكنه يبعد ليشمل ويعمق ليصل إلى شروط التلاوة، شروط وأحوالها وقواعدها، مما لا يتعلق باللسان وحسب ولكنه يتعلق بالوجدان أيضا. فحقيقة الأمر أن اللسان ليس هو الذي يقرأ، ليس اللسان الذي يقرأ القرآن، وليس اللسان الذي يتلوه، وإنما اللسان يؤديه، اللسان يؤدي التلاوة، اللسان يؤدي القراءة بكل ما يتعلق باللسان من جهاز الصوت وأدوات التصويت. أما الذي يتلو ويقرأ فإنما هو الوجدان. ألا ترى أنه بإمكانك أن تقرأ القرآن ولسانك ثابت لا يتحرك؟ بلى، تقرأه في نفسك وتتلوه في خاطرك ووجدانك، وتكون بذلك مع الله عز وجل،
رغم أن لسانك لم يتحرك. صحيح أن للسان أثرا تعبديا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فكل جارحة فيك تحركت في سير العبادة وفي طريقها إلا كان لك بتلك الحركة أجر ضاف مضاف زائد. لكن ليس معنى ذلك أنك إن قرأت القرآن بوجدانك ولم يتحرك له لسانك أنه لا أجر لك، كلا، بل لك أجر ولك إيمان وصلاح وترق على درجة إقبالك على الله عز وجل وعلى وزان صدقك وإخلاصك لما تفعل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ولذلك قال عز وجل أولئك يؤمنون به، فذلك إذن سبيل إلى الإيمان، أي القراءة أو التلاوة الحق سبيل إلى الإيمان، دخول إلى باب الإيمان وشروع في اكتساب منازله والترقي عبر مدارجه. كلما ازددت من ذلك ازدادت مرتبتك عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ورد في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك، يعني هذا الكلام يقال له في الآخرة، فإن منزلتك أي في الجنة، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وقطعا ليس المعنى كنت تحفظها فقط، وقطعا ليس المعنى كنت تتلفظ بها فقط، ولكن كنت تتلوها حق تلاوتها، أي أنك كنت تكتسب من إيمانها صفات ومن معانيها درجات، وإلا فلا. فالتلاوة إذن منزلة إيمانية وليست حركة عادية وحسب، أبدا ليست حركة عادية يقوم بها الإنسان كما يقوم بسائر الكلام، كلا، وإنما هي عبادة خاصة مخصوصة وحركة وجدانية قلبية قبل أن تكون حركة لسانية أو نظرية نسبة إلى النظر والبصر. فمن أهم معاني التلاوة بهذا المعنى الاتباع، ولذلك ذهب بعض المفسرين إلى أن قول الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، إلى أن المعنى في هذه الآية من قول الله عز وجل أتل أي اتبع اتبع وليس اقرأ بالمعنى العام لكلمة اقرأ، وإلا في المعنى أيضا في قول عز وجل اقرأ أعمق من ظاهر الخطاب المشترك لدى الناس على المعنى اللغوي. فقوله عز وجل أتلو اتبع، ودليل ذلك أن هذه الآية التي وردت في سورة العنكبوت قد وردت في سياق ذكر قصص الأنبياء بدءا بنوح ومرورا على موسى وعيسى، ثم ما تعلق بقصصهم جميعا من مآلات ومن عذاب الله عز وجل للأقوام الذين ضلوا من أهل عاد وثمود وقوم نوح قبل ذلك ومن بعدهم. على كل حال، فحينما افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي من الأمم الثالثة السابقة، فأورد لذلك قصصهم. عجيب. ثم قال عز وجل معلقا على هذا السياق جميعا بعد ذكر الأنبياء من قبل وذكر من كفر بهم وعاقبة كل فريق من الصالحين ومن الضالين والكافرين، خاطب بعد ذلك نبيه المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقال له أتلو، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أتلو اتبع. أولئك الذين جاءتهم كتبهم وتفرقوا حولها شيعة ومذاهب كانوا بتفرقهم ذاك قد خسروا
آخرتهم كما خسروا دنياهم أيضا. خسروا دنياهم أيضا لأنهم ضلوا عن حقيقة الهدى في الدنيا وآلوا في الآخرة إلى ما ترتب عن ذلك الضلال من عذاب ووعيد والعياذ بالله. والذين يعرفون حقيقة الضلالة نعوذ بالله منها يدركون أنها حال من المشقة وليست من السعادة. الضلال من الأمم الأخرى يعيشون ضنكا وقساوة وشقاء نفسيا مهما وسع عليهم من النعم المادية، فهم في شقاء ما داموا لا يدركون حقيقة النور ولا يثقون في شيء يمكن أن يعلم أنه من ثوابت الحياة ومن ثوابت الكون. كل شيء عندهم قابل لأن يتزلزل ويتزعزع، فتلك نفسية لا تعرف قرارا ولا استقرارا، وهذا من أشد العذاب الدنيوي والعياذ بالله. ولذلك كان ضلالهم شقاء ولا يزال كذلك، أعني شقاء دنيويا ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. أما الآخرة فحسابها شيء آخر. فقال عز وجل لرسوله أتلو ما أوحي إليك من الكتاب يا محمد عليه الصلاة والسلام، اتبع احذر أن تزيغ أو أن يزيغ قومك عما ورد عليك من كلام الله عز وجل وهداه. اتبع، شد عليه بيديك وبنواجذك، عض عليه بالنواجذ، خذ به، مسك به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة تمسيكا. فالتلاوة إذن عمل وجداني واعتقاد عملي، أي ليس اعتقادا نظريا فقط ولكنه اعتقاد يترتب عليه العمل. واللغة تتسع لهذا المعنى لأن من أهم معاني التلاوة الاتباع، وذلك واضح في قول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي تبعها، تلاها يتلوها، تبعها يتبعها. فأنت حينما تتلو تتبع، أتلو اتبع. وإنما سميت التلاوة اللفظية تلاوة لهذا السر في المعنى، يعني حينما تتلو الكتاب القرآن أو غيره تتلو، فحقيقة الأمر أنك تتبع حرفا إلى حرف، اتباع واتباع، تتبع حرفا إلى حرف فتقع التلاوة. الحمد لله تنطق بالألف أ، ثم تتبعه اللام أل، ثم تتبعه الحاء، فأنت تتبع وتتبع. ولذلك سميت التلاوة تلاوة، أي التلاوة اللفظية سميت تلاوة لأنك تتبع الحروف بعضها إلى بعض أو ببعض. ثم قبل ذلك وبعده تتلو الكتاب حق تلاوته حينما تتبع المعنى بالعمل، تتلو حينما تتبع المعنى بالعمل وتتبع اللفظ بالإنجاز والتطبيق، فأنت تتلو الكتاب حق تلاوته. أما أن تقول القول وتخالف الناس إليه، تخالف الناس إلى ما تنهى وتعاكسهم إلى ما تأمر، أو تخالف الآية إلى ما قالت وما تلوت لفظا، تتلو لفظها على معناه ثم تخالفه إلى عكسه، فليس بتال الكتاب حق تلاوته. وإنما الذي يتلوه حق تلاوته من يتبع القول العمل، ومن ينزل الآية على قلبه منزلة التربية والتزكية. ولذلك كثيرا ما وردت التلاوة في القرآن مقرونة بالتزكية وبالتعليم وبالتربية معنى واقتضاء ودلالة، وهو كثير في القرآن. منه قوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما الذي يتلو الكتاب على المؤمنين يزكي، ومن استمع التلاوة حقا حقا فهو يتزكى، يتلو عليهم آياته ويزكي. فالتلاوة الحق تزكية تزكية. ولذلك كانت من أرفع العبادات. وحينما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتلون كتاب الله كانت أحوالهم تتغير
بل الأحوال حولهم تتغير، يؤثرون ليس في أنفسهم وحسب، بل يؤثرون في المكان. شيء عجيب. هذا الذي يسمى الرقية الشرعية. حينما جاء الصحابي الجليل فرق الأعرابية أو رئيس القبيلة من لدغ الأفعى في رجله وقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ وشفي، ما كانت تلاوته تلك لتكون مؤثرة لو لم تكن حقا، أي لو لم يكن يتلو الكتاب حق تلاوته. وحينما كان الصحابي الآخر يتلو كتاب الله آناء الليل فجالت فرسه، أحد الصحابة كان يقرأ القرآن ليلا يتلوه، فلاحظ أن فرسه العودة دياله بدأت تتحرك تجول، وإذا سكت سكنت، وإذا تلا جالت، يعني الحركة ديال العودة ولت مع الحركة ديال القراية. إلى قرأ كتبقى الظرف مضعة وتتحرك كأنها يقع بها شيء، وإذا سكت سكنت. فانتبه إلى أن قناديل تتدلى من السماء كلما كان يتلو بالليل، والصحابة نيام. فعجب من ذلك وصار يتأمل ذلك المشهد العجيب، فجعلت القناديل ترتفع وترتفع حتى اختفت. فلما أصبح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان، فقال له تلك الملائكة جاءت تستمع الذكر. ما كان للملائكة أن تتنزل على هذا المشهد العجيب الذي انكشف، الذي انكشف لهذا الصحابي لو لم يكن قلبه على وزن لسانه وهو يتلو. كان قلبه على قد لسانه بقدر ما ينطق القرآن، ويتلو بقدر ما يتحرك الوجدان بنفس الدرجة وزيادة. فكأنما الآية ينطق بها قلبا قبل أن ينطق بها لسانا. عجيب. فكان إذن لهذه التلاوة أثر خاص ليس على نفسه وحسب، ولكن على المحيط أيضا، على المحيط. وإن التالي للقرآن على مقام الإيمان، يعني بهذا المعنى الذي أتحدث عنه باعتباره مقاما إيمانيا ومنزلة إحسانية، لا تشهد له الأشياء، لأن الله عز وجل جعل شهادة الأشياء للذاكرين. الله عز وجل، الأشجار إن كنت إلى جانب الأشجار، الأحجار إن كنت إلى جانب الأحجار، أي شيء يذكر الله بذكرك ويشهد لك ويدعو لك. وكفى بذلك مرتبة إيمانية أن الملائكة تحضر مجلسك وتشهده، تنصت إليك، بل تأتم بك، كما أن الإمام الذي يصلي بالناس يأتم به الناس، يركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد وينصتون إذا تلا. فقراءة الإمام له قراءة للمأموم، يعني وينصتون إذا تلا، لأن قراءته تنوب عن قراءتهم. فكذلك أنت حينما تقرأ وتنصت الملائكة فكأنك إمام، والملائكة تبع لك في ذكر الله عز وجل. وهذا من أسرار أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن معاني سجود الملائكة، بل من حكم سجود الملائكة لآدم، أن آدم من حيث هو إنسان إذا صلح كان إماما للكائنات، إذا صلح كان إماما للكائنات، بدءا بأعلى منازلهم وهم الملائكة، وانتهاء بأدق خلق الله من الحشرات والجراثيم التي قد لا ترى بالعين المجردة. وذلك سر أيضا من أسرار قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لأنه حمل مهمة عظيمة، مهمة كونية ليست أرضية وكفى، موطنه الأرض، ولكن مجال أمانته يمتد ما بين السماء إلى الأرض، مجال الأمانة التي حملها الإنسان يمتد ما بين السماء والأرض. ولذلك إذا تلا حق التلاوة فإنه يرتبط، بل يربط، وليس يرتبط فقط بل يربط، إذا تلا حق التلاوة يربط هذا العبد الضعيف، يربط ما بين السماء والأرض. تشوف واحد الصحراء ولا واحد المنطقة
جبلية أو بها من الوديان والهضاب ما لا تصلح لشق الطرق، في مناطق جبلية صعبة صعيب يشقوا فيها الطريق ويعبدوا فيها طريق، ما كاين منين يدوز، لا تسلك فيها إلا البهائم، صعيب. ويأتي مهندس فيضع لنا تصميما جيدا جدا لسك الطريق ولشقها، فيكون ذلك فتحا على الناس وفتحا للناس. فكذلك من باب التقريب والتشبيه ليس إلا، أنت أيها العبد حينما تقرأ القرآن فإنك تشق طريقا مختصرة ما بينك في نقطتك الأرضية تلك وما بين السماء، فتفتح طريق سيار ما بينك وما بين السماء. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المليح: إن هذا القرآن سبب، أي حبل. وفي رواية أخرى صحيحة: أبشروا وأبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا: فإن هذا القرآن حبل أو سبب، طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بأيديكم، حبل ممتد ما بين السماء إلى الأرض، فمن وصله وصل ما بينه وبين ربه، ومن قطعه قطع ما بينه وبين ربه. أوليس إذن فتحا لطريق بينك وبين السماء، طريق تسلكه الملائكة التي تعرج إلى ربها بخبر، والله أعلم بخبرك منها، وإنما يكون ذلك حركة تعبدية لها، كنت أنت فيها سببا. هي الملائكة ملي كتطلع الأخبار لرب العالمين، ماشي عاد كيسيق الخبر ملي كتجي هي، حاشا، فهو عليم بكل شيء قبل أن يقع، فكيف وقد وقع؟ وعلمه عز وجل بالواقعات قبل أن تقع يستوي في ذلك علمه قبل الوقوع وعلمه بعد الوقوع، لا فرق. ولكن رب العالمين جعل للملائكة أسباب للتعبد، تهيدر لها الأسباب باش تعبد رب العالمين. فمن أسباب ذلك، من أسباب التي تعطي للملائكة فرصة للعبادة، أن تعبد أنت الله. من اللي كتعبد أنت رب العالمين، راك فتحت فرصة للملائكة لتعبد ربها حتى تنقل خبرك وهي مسرورة به. وفي ذلك أحاديث كثيرة، كالحديث الدال بشكل صريح واضح على أن لله ملائكة فضلا، ملائكة الذكر الذين يشهدون مجالس الذكر فيتحلقون فوقها حلقا من فوقها حلق حتى يبلغوا عنان السماء، يستغفرون للناس ويسألون لهم الرحمة في مشاهد عجيبة غريبة. ورب العزة جل وعلا يفاخر ملائكته بحلق الذكر والقرآن والتلاوة، كما في الحديث الصحيح: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مشاهد عجيبة فعلا تشعرك أيها العبد أنك حينما تتلو بهذا المعنى المقامي الإحساني فإنك تترقى، اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. فكلما قرأت كلما تلوت اعلم أنك تترقى كالذي يترقى في السلم أو الدرج، يعرج عروج يطير بجناحي الروح ليتصل برب العالمين. وما كان قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، الحديث المخرج في صحيح مسلم، إلا لكون الصلاة تلاوة وقرآنا، ودل على ذلك أكثر من دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، منها قوله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الصلاة قرآن، والصلاة تلاوة، والتلاوة صلاة، سواء صليت بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، صليت الظهر ولا العصر أو فجر أو عشاء أو نافلة، أو صليت بالمعنى اللغوي للكلمة، أي عرجت إلى ربك بالذكر والدعاء، فحيثما تلوت القرآن فأنت في صلاة. ومعنى الصلاة في الإسلام أشمل وأوسع
من أن يقتصر به على معنى الركوع والسجود والهيئة المعلومة في الاصطلاح، ذلك في القرآن قلت وفي السنة، ومن السنة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. فالعبد الجالس بالمسجد ينتظر الصلاة على غير هيئة الصلاة، ولكنه ينتظر الصلاة، هو في صلاة. وإنكم في صلاة ما انتظرتموها، أي ما دمتم منتظرين الصلاة. الصلاة إذن حال، ومن أحوالها وأشكالها التلاوة، سواء كان داخل الصلاة بالمعنى الاصطلاحي أو خارج الصلاة. فأنت في صلاة، أنت في تلاوة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، قل وزانا على ذلك وإن أحدكم إذا تلا، حق التلاوة، يناجي ربه، يناجي ربه حقا وصدقا، ويصل ما بينه وبينه عز وجل. إذا اكتسب العبد هذا صارت له التلاوة صفة لازمة، وخمر شقرة اللسان ساكن، فالقلب على ذكر الله عز وجل يتلو، يتلو آيات الله في الأنفس وفي الآفاق بالمعنيين معا، ذكرا واتباعا. فالإنسان إذا كان في الشارع أو في المتجر أو في الوظيفة، أين كان وأيا كان، حينما يستقيم على أمر الله ويأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله، هذا تال للكتاب، وهو يتلوه حق تلاوته، وهو بذلك يؤمن به، أولئك يؤمنون به. هذا معنى مقامي، مقامي أنه يعطي صفة دائمة، صفة لازمة لا تنفك عنه، كما لا ينفك عنه لونه وشكله حتى يموت. ثم بعد ذلك يتلو على صفة مقامية بمعنى آخر، أي أنه على صلة دائمة بمطالعة كتاب الله الكوني. من غير مطالعة كتاب الله عز وجل القرآن، فهو يتلو الآيات، أيضا يتلو الآيات، يقرأ كتاب الله الكوني في النفس وفي المجتمع وفي الطبيعة جميعا، لا شيء يقع بين يديه إلا وهو يذكره بالله، إلا وهو يشاهد فيه آلاء الله ونعمه، إلا وهو يرى فيه عظمة الخالق جل وعلا. سواء شاهد النجوم أو الليلة أو النهار أو الفصول أو الحر أو القر، كل ذلك كتاب يطالعه صباح مساء. كلما استيقظ من نومه رأى في يقظته آية من آيات الله، كلما أقبل على نومه رأى في استسلامه لذلك النوم آية من آيات الله، كلما شاهد من حوادث الناس وحكايات الناس وتفاهات الناس إلا ورأى في ذلك آية من آيات الله، لا شيء إلا ويذكره بربه الخالق جل وعلا، وحكمة تدبيره للكون والكائنات، وجمال سياحته في الملكوت، ملكوت الله عز وجل. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. لا يفتر عن سياحة وجدانية، لا يغيب عن ذكر باللسان أو بالجنان أو بهما معا، تال للكتاب بهذا المعنى أيضا. فهو أيضا يتلوه حق تلاوته، وهو بهذا أيضا يؤمن به ويزيده إيمانا، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الأمر بالتلاوة في القرآن يجب أن نأخذه مأخذه الشرعي الذي ينطلق من اللسان، نعم، ولكن لا ليقف عنده. لم يكن ليأمر الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام ولا الذين اتبعوه من المؤمنين ليقرأوا الكتاب ويقفوا عند اللفظ وحسب، بل كان الأمر بالتلاوة أن يسافر الإنسان سفرا قلبيا وجدانيا مع الآيات، ينطلق من الكلمات، نعم، ولكن ليصل إلى حدود المعاني. وما حدود المعاني إلا تأويلها عملا، تصيرها حركة في المجتمع، تصيرها حركة في النفس، تصيرها عمرا سائرا إلى الله عز وجل رغبا ورهبا. فيكون العبد آنئذ من المشتغلين بالله، مشتغل بالله عز وجل، مهموم
همه أن يزداد معرفة بربه فهو مشتغل بربه، همه أن يزداد قربا من ربه فهو مشتغل بربه. عبد إذن محب، محب لمولاه سائر إليه، وكلما ازداد قربا منه كلما ازداد شوقا إليه. ورحم الله ابن القيم فقد أورد بيتا عجيبا في مدارج السالكين، وذلك قوله: وإنما يزداد الشوق اشتدادا إذا قربت الخيام من الخيام. وهو نوع من الاستعارة للمعنى فيما نحن فيه، ولله المثل الأعلى. وذلك أن العبد المسافر إلى أحبته على المستوى البشري، ولا مشاحة في الأمثال، ولله المثل الأعلى. فإنما يزداد شوقه كلما قرب من أحبائه. ملي كتكون انت مسافر في واحد الأرض بعيدة خارج المغرب أو داخله، وبينك وبين أحبائك وأهلك مسافة زمانية ومكانية، كيلومترات بعيدة ووقت طايل مداهد واهلي في زمان ما شفتهم، وأنت راجع إليهم تزورهم، تصل رحمك تروي وتبل تلك المحبة وتلك الرحم التي بينك وبينهم. كل ما قربت البلاد كل ما القلب ديالك يشتعل ويشتد شوقا. عجيب فعلا. فكذلك ولله المثل الأعلى، قلب العبد كل ما اقترب من ربه، قداش ما قربت المناك بالعبادة والصلوات والأذكار وأحسست أنك على أحسن مما كنت عليه في حال غفلتك وفي حال شرودك، كلما ازداد قلبك شوقا وكلما اتسع وجدانك طمعا في أن تصل إلى أعلى مرتبة يمكن أن تصلها من مراتب المحبة ومنازل الصلاح والإيمان. وهذا شيء جعله الله عز وجل في الإنسان، شيء جعله الله عز وجل في الإنسان، كلما حصل شيئا إلا وطمع أن يكون له أفضل منه وأحسن في الدنيا وفي الجنة أيضا. ولذلك ورد في الخبر بأن أهل الجنة أيضا يندمون كما يندم أهل النار والعياذ بالله. واشتان اشتان بين الندمين، فندم أهل النار نعوذ بالله منه لا ينفع صاحبه، أما ندم أهل الجنة فمعناه أن كل من دخل الجنة إلا وله منزل من منازلها، عنده واحد الرتبة، عنده واحد الطبقة من طبقات الجنة يسكنها، حينما يسكنها وينعم الله عليه من فضله عز وجل فإنه يشاهد منازل أعلى، كتبان له مرتبة أخرى عالية أعلى منه بكثير، فيندم، يندم على ما ضيع من الأوقات في الدنيا. صحيح أن الله تفضل عليه بنعمته وأدخله الجنة، ولكن كان يمكنه أن يزيد من الخيرات والصالحات ليكون على أعلى مما تفضل الله عليه به من المقام والمنزلة في الجنة، فيندم على ما ضيع وعلى ما فرط في جنب الله. لو كان أحسن لكان مقامه في الجنة أحسن. وفي الحديث الصحيح أن أهل المنازل يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء، شيء عجيب جدا، مشهد غريب يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منازل الجنة أشبه ما تكون من حيث التقريب طبعا بمنازل الكواكب، المنازل ديال النجوم، نجمة أو كوكب بمنزل ببرج من أبراج السماء والسماء ذات البروج، منازل تدور في فلك، ونجم آخر في طبقة فضائية أخرى الله أعلم بمداها يدور في فلك آخر، بينهما ما بينهما من ملايين السنوات الضوئية كما يعبرون اليوم. كما تراءون الكوكب الدري في السماء، يعني كما أنت الآن كتشوف هذه النجمة بينك وبينها ما شاء الله مما لا يتسع الخيال على الإحاطة به من المسافات. أيضا في الجنة يرى العبد من منازل الصالحين الذين تفضل الله عليهم بأحسن مما تفضل عليك، ترى منازلهم بعيدة ضاربة في عمق الغيب دائما في منازل الجنة. التلاوة إذن ترق منازل في الدنيا ومنازل في الآخرة، فكما أن منزلك يعلو في الدنيا عند الله ويتأثر محيطك
وتصلح بيئتك ويستقيم حالك وتكون من المحفوظين في الدنيا وتكون من المحفوظين فكذلك في الآخرة من باب أولى وأحرى، يرفع الله مقامك فيكون مقامك أعلى من مقام آخرين ممن ليس على وزانك وعلى درجتك من التلاوة للكتاب حق تلاوته. العبد إذن ليسلك إلى هذا المعنى بالشكل العملي، فليس هو بالأمر العسير، مش صعيب للإنسان أنه يدخل لهذه المنزلة ويترقى لهذا المقام إطلاقا. فما جعل الله عز وجل من مقامات الإيمان أمرا عسيرا، وإنه لسهل لمن سهله الله عليه، والقرآن ناطق بذلك نصا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا تيسير القرآن للذكر فهل من مدكر. حينما تقرأ سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو أي سورة أخرى أو أي آية، فإنك تشهد بلسانك على ما في قلبك، تشهد بلسانك على ما في قلبك. فقرأ القرآن واعرفه، تعرف عليه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، معرفة. وإنما المعرفة قرب، ما تعرف الواحد تتقرب له تحتك به. فأنت حينما تقرأ تشهد على نفسك الحمد لله رب العالمين، تنطق بالحمد. أو أنت فعلا ناطق بالحمد قلبا كما نطقت به لسانا؟ سل نفسك هذا السؤال. إذا ألمت بك مصرة أحامد ربك عليها، إذا ألمت بك مضرة أحامد ربك عليها، صابر. الحمد لله رب العالمين كلمة أوسع من الكون، فهل اتسع لها قلبك؟ فما منزلتك منها؟ ما تلاوتك لها؟ وليس كل من حمد الله عز وجل حمده، وليس كل من شكر الله عز وجل شكره، بل الحامدون الحامدون. وما الحمد إلا اعتراف، إلا اعتراف لله عز وجل بكمال الأسماء وجمال الصفات، صفات الربوبية وأسماء الخالقية، وخضوع لله عز وجل. فهل حمدت الله حقا؟ وقد كررت هذه العبارة الآية أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة، أكثر من 17 مرة في اليوم والليلة يكررها العبد الذي يصلي صلواته الخمس. وما تكرار ذلك إلا تربية وتزكية لتترقى في مراتب التلاوة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وحينما تقرأ سورة الإخلاص، فإلى أي حد فعلا نطق لسانك بما عبر عنه جنانك من التصفية للمواجيد والتوجهات الوجدانية التعبدية لله الواحد القهار؟ ما سميت الإخلاص إخلاصا إلا لأن المفروض فيك أيها العبد وأنت تقرأ قل هو الله أحد أن تنطق بما في قلبك من صفاء العقيدة وسلامة التوجه له وحده دون سواه. وإنما مثلت بالصورتين الفاتحة والإخلاص لأنهما دأب المصلين في كل مكان وزمان، فالفاتحة لازمة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصورة الإخلاص غالب الناس يصلي بها ولو في وتره. وإلا فالقرآن كله حينما يتلى فإنما ينبغي أن يتلى على هذا الوزان، عسى أن تكتسب منه أيها العبد منزلة التلاوة فتكون من التالين لكتاب الله، ويقال لك يوم القيامة اقرأ وارتقي، لأنك كنت تتلو الكتاب حق تلاوته، كنت تعرفه، تعرفه، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، تعرفه. والمعرفة لا تقع إلا للمعروف، أما المنكر فلا يقال له تعرفه. ومن اصطلاح الإمام مالك رحمه الله فقيه المذهب أنه إذا أنكر الشيء من الفقه قال لا أعرفه. الإمام مالك عنده جوج العبارات في جواب الشيء الذي يريد أن يجيب عنه بالنفي، إذا سئل عن شيء في الفقه إما أن يجيب بالإيجاب أي أنه يقول
حكم الله كذا وكذا، سواء حرم أو أوجب أو كره أو أجاز أو ندب، فهذا جواب موجب، يعني فيه جواب، فيه جواب وفتوى موجبة. وإما يسلب الجواب وينفيه، ونفيه وسلبه بصورتين، إما أن يقول لا أدري، معنى ديالو ما عرفش، صافي ما عنده دليل، ما عرف شيء حكم الله في المسألة، فكل واحد عنده حد من العلم وفوق كل ذي علم عليم، يقول لا أدري ما عرفت شيء، ولا أدري نصف العلم كما قيل. وقد يقول لا أعرفه، مش حال من واحد من طلبة العلم ما كيفرقش بين هذو الجوج، حينما يجد ذلك في الروايات التي رويت عن الإمام مالك، فحينما يقول لا أعرفه ماشي معنى تراه ما عرفوش بالمعنى الدارج للكلمة، لا، المعنى ديالو راه ما صالحش، يعني ذلك العمل ليس بسنة، هذا الذي يقصد لا أعرفه ماشي لا أدري، لقل لا أدري راه معنى يعني الله أعلم، راه يمكن يعرفه في المستقبل، ولكن إذا قال لا أعرفه يعني أنه أمر منكر، أي لا أعرفه من سنة رسول الله، ليس من سنة رسول الله وليس مما عمل به الناس بعده، فيقول لا أعرف، أي لا يدخل في المعروف وهو في المنكر. فمن يعرف الكتاب، من يعرف الكتاب أي من له صلة به، من شهد معانيه وعرفها، فإذا رأى عكسها أنكره، وأنكر من قلبه كل ميل وكل زيغ عن كتاب الله، فين ما القلب ديالو بغى يزيغ على الآيات ينكر ذلك من قلبه، تتحرك نفسه اللوامة لتقمع نفسه الأمارة، لأنه يعرف الكتاب، يعرف الكتاب ويتلوه حق تلاوته. ما أحوج المسلمين اليوم فعلا إلى هذه المعاني، إلى معرفة الكتاب وتلاوته حق تلاوته، وحالنا تجهلنا، حالنا تنكرنا. ما معنى ذلك؟ يعني حالنا هذه التي نعيشها اليوم من الفسق والضلال والفجور تنكر صفتنا مسلمين، احنا مسلمين نعم، ولكن أحوالنا تنكرنا، الوضع ديالنا لا يريد أن يعترف لنا بأننا مسلمون، لأنه يعاكس مسيرة التاريخ في ديننا وحضارتنا، أحوالنا النفسية وأحوالنا الاجتماعية وأحوالنا الثقافية والاقتصادية والسياسية، كل ذلك ينكرنا، لأننا لم نعد نتلو الكتاب حق تلاوته، لم نعد نأتمر بأمر الله عز وجل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، ما تصنعون من الضلال والفساد والانحراف والمنكر الذي تعالجه الصلاة وتداويه الصلاة وتصلحه الصلاة لو كنتم تتلون الكتاب حق تلاوته. وإنما ورد الأمر بإقام الصلاة من بعد الأمر بتلاوة الكتاب، أتلو أولا، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فالصلاة تبع لتلاوة الكتاب. صحيح أن الواو لا تفيد ترتيبا في العربية، ولكن التقديم والتأخير في البلاغة يفيده، فما قدم فلقيمته، فلأن حقه التقديم، وما أخر فلأنه كذلك، فلأنه كذلك، فلم يذكر الله عز وجل الأمر بالتلاوة أولا إلا لأنها مناط كل عمل، حل علاقة مناط يعني علاقة اللي كتتعلق بها الأعمال ديال الإنسان كلها، فمنطلق كل شيء إنما هو كتاب الله وما يشرحه ويبينه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجب إذن أن نجاوز بأنفسنا، نقطعوا، نخرجوا ليه، نسلكوا ونعبر بحر النفس الهائجة بالشهوات، ننطلق من ضفة اللفظ إلى ضفة المعنى، ننطلق من شط القول إلى شط العمل، وبينهما ما بينهما من مراتب، اقرأ وارتقي. من اللي تبدأ تقرأ القرآن وتتلوه راك في الشاطئ ديال الود ديال النفس ديالك، وبينك وبين بلوغ الغايات من التلاوة أن تعبر ذلك البحر لشاطئ المعنى المتبع من الكتاب، الضفة ديال العمل بالقول الذي نطقت به من الكتاب. أما الذي يقرأ ولا يستفيد من هذا
فلا يزايل مكانه. بحال واحد جالس قدام الواد الواسع العريض وخصو يقطع الجهه الاخرى وكيقول دابا نركب في الفلوكه، دابا ندوز، دابا نعبر، دابا نقطع، والنهار كامل هو يقول دابا دابا، وبقي في موضعه جالس ما يتزحزح، لا يزايل مكانه. اما الذي يعبر معابر النفس ويقطع مهامها، خلوات ديالها والفلوات والصحاري ديالها، مهتديا بآيات الله، مسترشدا بما يتلو من كتاب الله، فهو مرتق يقرأ ويرتقي، ومكتسب. مكتسب يعني كيكسب جديد، فكيبقاش هو هو، مكتسب لمعنى ولمبنى ولمنزلة ولمقام، يرتقي، اقرأ وارتقي، يتلو الكتاب حق تلاوته، حتى إذا صار له ذلك صفة يصبح بعد ذلك مقتديا فعلا بصفة رسول الله الكاملة الشاملة، مقتديا بها. وهذا سر من أسرار وصف عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان خلقه القرآن. هذا الحديث هو من أعجب الأحاديث ومن أغربها وألطفها معنى، كان خلقه القرآن. والخلق إنما هو كل السلوك والتصرف، معنى مستغرق لجميع أفراده. كان خلقه نكرة مضافة إلى الضمير تفيد المعنى العام الشامل المستغرق لكل الحركة والسلوك والتصرف، يعني كانت حياته قرآنا في بيته، في نفسه، مع ربه، مع الناس، في غضبه وفي رضاه، في حربه وفي سلمه، في كل حال كان قرآنا متحركا، كان قرآنا يمشي بين الناس عليه الصلاة والسلام. فقد كان يتلو الكتاب حق تلاوته، حق تلاوته حقا وصدقا. فذلك المثال وذلك الأسوة والإسوة المقتدى به عليه الصلاة والسلام. المسلك إذن إلى الله عز وجل عبر منزلة التلاوة أن تدخل فيما ذكرنا من عمل حينما تتلو كتاب الله عز وجل، تسائل نفسك عند كل آية تقرأها وعند كل كلمة تتلوها، تسائل نفسك ما حجم نطق القلب قياسا ووزانا على حجم نطق اللسان، ثم تعالج الضيق وتعالج الانحراف والتخلف الذي في القلب بما ينطق به اللسان من كلام الله عز وجل. أي إذا وجدت القلب ديالك لا يستجيب المضمون الآية على تمامها وكمالها وجمالها، فشوف فين المشكل وعالج بالآية نفسها. وقد مثلنا بالحمد، إن وجدت الحمد عندك ناقصا على المعنى الذي ذكرنا وبينا فتدبر قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وقد نطق بها الله جل وعلا قرآنا يتلى، كيف وقد حمد نفسه؟ كيف لا تحمده أنت وقد أفرغ عليك نعمه السابغة الشاملة، وأنعم عليك بدءا بنعمة الخلق حتى نعمة الهداية؟ ستجد خجلا في نفسك، وستجد وجلا في قلبك، أن لم تكن من الحامدين قلبا كما كنت من الحامدين لسانا وذكرا. عالج عالج، فستجد قبولا وإقبالا من القلب، لأن الشفاء بدأ يلمسه، وستجد قربا وتقربا. إذا صح منك هذا حقا وصبرت عليه اليوم وغدا بهذه الآية وبتلك مما يسر لك وتيسر، فاعلم أنك إذ تحصل منزلة التلاوة تحصل منزلة الولاية. والحديث صحيح حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته، وإنما أهل القرآن، وقلت حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، فهؤلاء أولياء الرحمن حقا، لأن قلوبهم امتلأت بالتلاوة، قلوب تالية ممتلئة بهذه المعاني العظيمة. والقلوب تمتلئ لأنها أواني الله، الأواني بحل كيسان، القلوب الصالحة الممتلئة ذكرا وقرآنا بحل الكيسان ديال رب العالمين، كما سيأتي في حديث آخر حسن الإسناد، كي عمرها رب العالمين
بالحكمة والمحبة، عمرو بن الحكمة والمحبة، ويكون ذلك قربا لذلك القلب من ربه قرب، ويكون معرفة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويكون تلاوة حق التلاوة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله آنية من أهل الأرض، إن لله آنية من أهل الأرض، عنده الكيسان جل وعلا أو الأقداح أو تباصل كما شئت، وعلى كل معنى يشمله معنى آنية، أواني من أهل الأرض. وإنما غاية الآنية أن تملى، إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: وأقربها، أي أقرب هذه الآنية إلى الله، أقرب هذه القلوب إلى الله، ألينها وأرقها، قلب اللين الرقيق، يعني القلب الذي امتلأ محبة وشوقا. وإنما يلين القلب لذكر الله ويخشع ويخضع إذا كان يتلو الكتاب حق تلاوته، إذا كان يتلو وهو يتلو مدركا أن المتكلم بالقرآن ابتداء إنما هو رب العالمين الذي خلق الكون الرحمن الرحيم، وأنك أيها العبد حينما تتلو الكتاب حق تلاوته فإنك تتلو كلام الله عز وجل الذي خلقك الذي هداك، إنك تردد ما علمك ربك. شيء عجيب، صور صلة المعلم بالمتعلم، صلة المعلم بالمتعلم، لما يقول المعلم الكلمة والمتعلم يرددها من وراه، ينطق بما ينطق ويتلو يتبع، يتبع النطق على وزان النطق. جل وعلا تكلم بالقرآن كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه بلا تعطيل ولا تشبيه، وأنت بعد ربك تتلو أي تتبع، تتبع الكلام كما تكلم به الله متعلم. وإنما الذي يعلمك رب العالمين بينك وبينه رسوله الكريم يتلو عليهم آياته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لها ضمير يعود على رب العالمين. فإنما الرسول مبلغ، يقول لنا: يقول لكم ربكم قولوا كذا فنقول كذا، بعد رسول الله اعتمارا بأمر الله. شيء عجيب، اجعلك ذلك أيها العبد سائرا إلى الله عز وجل على طريق الله التي رسمها لك، وتكون من التالين، وتكون من أهل المنازل. جعلنا الله وإياكم من أهل المنازل العالية، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المبعدين عن الجنة، اللهم باعد بيننا وبين النار، وباعد بيننا وبين عذاب النار، وباعد بيننا وبين عذاب القبر، اللهم باعد بيننا وبين عذاب القبر، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا من التالين كتابك حق تلاوته، واجعلنا من الذين يعرفونه حق المعرفة، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.